إكسبرس. مرحبا بكم. تطورات جديدة في انتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم، واليوم أحد القائمات اللي تم إسقاطها هي قائمة جلال تقيد، خدمت رسميا بطعن ضد قرار الهيئة المستقلة للانتخابات اللي أصدر نهار الثلاثاء اللي فات، وكان بقرار إسقاط قائمة جلال تقيد وزياد التلمساني. ونعرفوا اللي جلال تقيد اللي تقدم بالطعن اليوم كان معطي ثلاثة طعن، اليوم توجه للجنة الاس ان اف، وفي الطعن ثم معطيات جديدة لعدد ثلاثة لجلال دقية. تفاصيل الكل حسب المحامي والأستاذ اليوم السيد زياد الحامدي في ميكرو أحمد عادل. ما يعاب على الهيئة المستقلة للانتخابات أنه ما مكنتناش من أنه نحضر ونقدموا الدفعات المحينة باش احنا نجم نجاوب على التساؤلات في المسار الانتخابي. توجه الأمني إذا إنسان تعلقت به بعض الشكايات أو تعلقت به بعض الملفات لا يمكن من البطاقة الثالثة إلا أن يدلي بما يفيد المآلات هذه. طالما احنا تحصلنا عليها مؤخرا بتاريخ معناها توه اللي هو 30 أبريل، فإنه احنا اعتقادنا الجازم أنه وضعية السيد جلال تقية وضعية ما لا يشبه أي شيء، وإحنا عندنا أمل كبير أنه اللجنة الوطنية للاستئناف تنصفنا وتعطي كل شخص حقه قبل كل شيء. برنامج مقابلات الجولة الخامسة، الجولة السادسة بلي أوف، تكون الجولة الأولى في مرحلة الإياب في نهار السبت في أولمبي سوسا. نجم الساحل الاتحاد الرياضي المنسيري نهار الأحد زوز مباريات، الملعب التونسي يواجه الترجي الرياضي التونسي، ومع الخمسة ونص في رادس النادي الإفريقي يواجه النادي الصفاقسي. البلاي اوت الجوله الثانيه اياب ماتشات السبت والاحد، نهار السبت ثلاث مباريات، مستقبل السليماني يواجه اتحاد بن قردان، النادي البنزرتي الاولمبي البيجي، اتحاد طاوين نجم المتلاوي، نهار الاحد قاو في القفصه يلعب ضد مستقبل مرسى. في الاوروبا ليغ ذهاب الدور نصف النهائي الليله مع الثمانيه، الوام تلعب ضد اتلانتا، روما تستقبل باير ليفركوزن، وفي دوري المؤتمر الاوروبي مع الثمانيه استنبول اولمبياكوس فيورنتينا كلوب بروج. في انجلترا مع السبعة ونص تشيلسي تواجه توتنهام. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، تلقاها على السيت مزيكة فام بونات.